بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن الأكسجين ثيرابي. في الأول طبعا بصراحة أنا عايز أشكر الدكتور أحمد إيهاب والدكتور ماجد والدكتور محمد حمودة، يعني إن هم أتاحوا لي الفرصة إن أنا أقول لكم المحاضرة دي، لأن يعني المحاضر بيستفيد جدا من تحضير المحاضرة أكتر من الأودينس كمان، يعني بيقرأ كتير جدا، فدي بتبقى فرصة كويسة جدا إن الواحد إيه راجع معلوماته أو يزود معلوماته. فأنا في الأول بصراحة أحب أشكرهم يعني إن هم ادوني الفرصة إن أنا أكون معاكم النهاردة. هنبدأ بقى نركز مع بعض كده لأن في امتحان في الآخر لازم تجاوبوه، ماشي؟ طيب الأكسجين سيرابي إحنا في العادي أو النورمال ريسبيريشن عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنتنفس الأكسجين اللي موجود في الأتموسفير العادي خالص، وبنخرج إيه؟ وبنخرج ثاني أكسيد الكربون. طيب ايه الهدف من عمليه الريسبيريشن؟ ايه الهدف ان انا بتنفس الاكسجين ده؟ ليه بعمل انهاليشن للاكسجين؟ عشان الاكسجين يوصل للتشو ويدخل في الميتابوليزم بتاع ايه؟ بتاع التشو. فاحنا بنتنفس الهواء الاكسجين اللي موجود في الروم اير او في الاتموسفير العادي اللي هو نسبته 21%. ال 21% اللي موجودين في الهواء ده اللي هو اسمهم ايه؟ الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين اللي هو الاف اي او 2. يبقى ال 21% اللي موجودين في الجو دول هم دول ايه؟ الاف اي او 2. الاكسجين ثيرابي معناه ان انا بدي اكسجين اكتر من ال 21% دول، يبقى الديفينيشن بتاع الاكسجين ثيرابي ان انا بدي اكسجين اكتر من الايه ال 21%. طيب انا بتنفس اساسا ال 21% في النورمال سيتويشن اللي هو الاف اي او 2 عشان يوصل لايه؟ للتشو ويشتغل فيه إيه ويدخل في عمليه الميتابوليزم والاي تي بي والايه والميتوكوندريا والحاجات دي كلها، تمام؟ يبقى البرايمري فانكشن بتاع الريسبيراتوري والكاردوفاسكولار سيستم ان احنا نوصل الاكسجين لايه؟ للتشو. عايزين نفضل حافظين الجمله دي طول المحاضره، ان انا المفروض اوصل الاكسجين للتشو. طب هو الاكسجين ده لو ما وصلش للتشو ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك ان المفروض الاكسجين لو حصل سادن ديكلاين لنسبه الاكسجين في الدم هيحصل ايه؟ هيحصل سيل ديس. طب هل كل الاورجانز بتتاثر زي بعضها بالموضوع ده؟ قال لك ان البرين اكتر اورجان بيتاثر بنقصان الاكسجين في الدم، فلو حصل سادن ديكلاين في الاكسجين ليفل في البلد اكتر اورجان بيتاثر او اول اورجان بيتاثر هو البرين. عشان كده في الكاردياك اريست المين سيكول بتاعت الايه الكاردياك اريست هي المشاكل اللي بتحصل في البرين. كمان لو حصل سادن ديكلاين في الساتوريشن ممكن يحصل ايه؟ ديستربت كونشوس ليفل. طب ايه هو بقى الكات اوف اللي عنده البرين ممكن يتاثر؟ قال لك ان البرين بيبدا يتاثر ويحصل للعيان ديستربت كونشوس ليفل لو الساتوريشن وصل لحد ايه؟ 80% او البي او 2 نزل تحت 45 مليمتر ايه؟ مليمتر ميركوري. لكن بقيه الاورجانز زي الكدني مثلا اللي هو اليورين فلو والرينال فانكشن بتبدا تتاثر عند اكسجين ليفل اللي هو الساتوريشن 74% والبي او 2 40 اللي هو مستوى اقل من ايه؟ اقل من البرين. يبقى احنا بنتنفس الاكسجين عشان يوصل للتشو، لو ما وصلش للتشو التشو ما بتقدرش تأدي الفانكشن بتاعها. الفلنربيليتي بتاعت التشوز للليفل بتاع الهيبوكسيميا او نقصان الاكسجين في الدم ده كله بيختلف من اورجان لاورجان. اكتر اورجان بيتاثر قلنا مين؟ البرين. الساتوريشن 80% يعمل ديستربت كونشوس ليفل لو حصل سادن ديكلاين في الايه في الاكسجين ليفل في البلاد عند 80%. الكدني تتاثر عند ايه؟ عند 74% تقريبا او البي او 2 يقل عن 40 مليمتر ميركوري، تمام؟ وبناء عليه قالوا ان في سيف لور ليميت الهايبوكسيميا اللي هو 85%. قالوا ان عند الليفل ده التشو ممكن تشتغل ايه؟ كويس. لكن معظم الناس او العلماء قالوا خليه في 90%، ان هو لازم دايما الساتوريشن بتاعنا يبقى فوق ال 90% عشان ما يحصلش سيل ديس. يبقى احنا اول اورجان كان بيتاثر البرين كان بيتاثر عند 80%، الكدني اتاثرت عند 74%. قاموا قايلين يبقى السيف لور ليميت للهايبوكسيميا 85%، وده بعض الناس، لكن معظم الناس اجمعت ان احنا لازم نحافظ على الساتوريشن فوق ال 90% علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ما يحصلش سيل ديس. طب ايه اللي هنستفيده ان احنا نعرف الاورجانز بتبدا تتاثر عند ليفل من الهايبوكسيميا ايه؟ ده حدد لنا
التارجت بتاع الاكسجين ساتوريشن لما ندي اكسجين ثيرابي. قال لك ان معظم الجايد لاينز قالت ان التارجت اكسجين ساتوريشن يبقى كام؟ يبقى اكتر من او يساوي 94% فور موست هايبوكسيميك بيشنت. طب احنا لسه قايلين دلوقتي ان السيف لور ليميت للهايبوكسيميا 85 عند بعض الناس، ومعظم الناس قالت 90%. طب ليه الجايد لاين حددت التارجت اكسجين ساتوريشن ان هو يبقى اكتر من او يساوي 94%؟ قال لك علشان نحط سيفتي مارجن، اللي لو فيه ايرور مثلا في البلس اوكسيمتر او في اي مشكله في القياس الساتوريشن ماشي، فيبقى احنا كده في السيف سايد وضامنين ان 90% وصلوا للعيان. فعلشان كده هنخلي التارجت بتاعنا في معظم الهايبوكسيميك بيشنت ان التارجت اوكسجين ساتوريشن بتاعنا يبقى اكتر من او يساوي 94%، وحاطين ال 4% دول ايه؟ سيفتي، ايه؟ سيفتي مارجن. تمام، يبقى احنا اول معلومه عرفناها ان انا عندي سيف لور ليميت للهايبوكسيميا، بيحصل اقل منه سيل ديس، بتبدا الاورجان تتاثر منه سيل ديس ماشي، واللي هو 90%. وبناء عليه الجايد لاين استفادت من المعلومه ديت وقالت خلاص لما يجي لي هايبوكسيميك بيشنت لازم يبقى ومحتاج اكسجين ثيرابي وهديله اكسجين، يبقى التارجت بتاعي 94% فيما فوق في معظم الهايبوكسيميك بيشن، وال 4% دول هيبقوا سيفتي مارجن علشان لو عندي ايرور في البلس اوكزيمتر ابقى انا ضامن وصول ال 90% لمعظم التيشو. طيب تم فيه مرضى كرونيك زي مرضى السي او بي دي ومرضى الاوبيستي والمرضى التانيين اللي هم بتوع الشيست وول ديزيز، دول اساسا عندهم كرونيك هايبوكسيميا، وممكن نلاقي الساتوريشن بتاعهم في معظم اوقاتهم اقل من 80%، امال ما بيحصل لهمش ديستربت كونشس ليفل ليه؟ هنلاحظ ان انا دايما كنت بقول سادن ديكلاين في الساتوريشن اقل من 80%، يعني اكيوت ديكلاين. المرضى الكرونيك دول لو حصل لهم اكيوت إلنس، يعني حصل لهم نيمونيا او حصل لهم سيبسيس او حصل لهم اي حاجه، التشو ديماند بتاعهم ايه؟ هيزيد، وبالتالي هيبدا يحصل لهم هيتاثر التشو بتاعهم عند الليفلز قليله من ايه؟ من الاكسجين ساتوريشن. علشان كده التارجت اكسجين ساتوريشن بتاعهم بيبقى من 88 ل 92%، لان احنا عارفين ان الاكسجين بيعمل اكسجين انديوسد هايبر كابنيا، وهم ناس ريسك للهايبر كابنيا، فعلشان كده هنحافظ على الساتوريشن بتاعهم، لان الهايبوكسيميا هي هتبقى الاونلي ستيمولس للريسبيراتوري سنتر. فهيبقى التارجت اوكسجين ساتوريشن بتاعهم كام؟ من 88 الى 92%. يبقى احنا خدنا اثنين تارجتس للاكسجين ساتوريشن لما ندي اكسجين سيرب لحد دلوقتي. التارجت الاولاني ان هو يبقى اكتر من او يساوي 94% في معظم الهايبوكسيميك بيشن. طب الناس اللي عندهم ريسك للهايبر كابنيا شبه مرضى السي او بي دي والشيست وول ديزيز دول يبقى من 88 الى 92%. طب احنا تعبين نفسنا ليه؟ ليه عمالين نحدد تارجت اكسجين ساتوريشن؟ ما نحطه على اكسجين لحد ما الساتوريشن بتاعه يبقى 100%. ان انا ادي للعيان اكسجين لحد ما الساتوريشن بتاعه يبقى 100% دي اسمها هايبروكسيميا ماشي، وده طبعا فوق الفسيولوجيكال، لان نورمالي الساتوريشن بتاعنا بيبقى لحد كام؟ من 96 الى 98%، لان فيه فسيولوجيكال شنط. طب انا ليه بقى ما احطش العيان على اكسجين واخلي الساتوريشن بتاعه 100% وخلاص، بدل ما اقعد احسب 94 هنا و88 ل92 هنا؟ ام قايل لك لان الاكسجين ده كدراج له سايد افكت، فالهايبروكسيميا دي بتعمل مشاكل، زي مثلا انها بتعمل دايركت بالمونري توكسيستي. ال 100% انك توصل الساتوريشن الى وصل الساتوريشن ل 100%، ده بيعمل ايه؟ مشاكل زي ايه؟ زي دايركت بالمونري توكسيستي، بيعمل كوروناري فازو كونستريكشن تمام، بيزود الفري راديكال بتاع الاكسجين في البلد. طبعا هياثر على الناس اللي هم تايب 2 ريسبيراتوري فيلير اللي عندهم ريسك للهايبر كابنيا زي السي او بي دي والشيست وول ديزيز. الحاجه الثانيه انك لما تحط عيان لحد ما يوصل ل 100% اكسجين وحصل له ديتيريوريشن مش هتعرف، هيحصل ماسكينج لاي ديتيريوريشن ساتوريشن تمام. طيب هل ده معناه ان مفيش ولا مريض اقدر اوصل الساتوريشن بتاعه 100%؟ لا، في بعض الحالات ممكن يبقى التارجت بتاعي الهايبروكسيميا، زي حالات الكربون مونوكسيد بويزنينج والسيانايد بويزنينج والسبونتينيوس نيوموثوراكس وبعض البوست اوبراتيف كومبليكيشن زي النوزيا والفوميتنج، لان بيقول لك بيبقى فيه عندهم جات اسكيميا
فلما بتدي 100% اكسجين بيحسن الانتجريتي بتاعت الانتستينال ميوكوزا، فبيحسن النوزيا والبومتنج اللي بتحصل بوست اوبراتيف. في حاجه اسمها كمان كلاستر هيدك، كلاستر هيدك ده بيبقى عندهم سيفير هيدك، بيبقى زي الميجرين كده وبيبقى اكتر في الاي. بيقول لك ده اساسا من اللاينز اوف تريتمنت بتاع اكسجين لحد ما الساتوريشن يبقى 100%، علشان خاطر بيقولوا بيعمل فازو كونستريكشن للسيريبرال بلاد فيزل، فبيحسن الايه الكلاستر هيدك. وطبعا الكربون مونوكسيد انتوا عارفين ان هو له هاي افينيتي للهيموجلوبين، جلوبين زي اعلى من الافينيتي بتاعه الاكسجين، فانا لما ادي اكسجين ب 100% هيعمل ديسبليسمنت للايه للكربون مونوكسيد. يبقى ده ثالث تارجت للاكسجين ساتوريشن لما ادي اكسجين سيرب. الاولاني كان ايه اكتر من او يساوي 94، اللي هو 94 ل 98% في الموست بيشنت. تاني تارجت كان 88 ل 92 في الهايبر كابنيك. التارجت 100% اللي هو الهايبروكزيميا في حالات معينه زي الكربون مونوكسيد، السبونتينيوس نيوموثوراكس، بعض البوست اوبراتيف كومبليكيشن، والكلاستر ايه الكلاستر هيدك. تمام. طيب يعني معنى الكلام ان انا ما اديش اكسجين لعيان ايه ديسنيك من غير ما يبقى فيه هايبوكسيميا. قال لك ايوه، لان الساتوريشن بتاعه لو هو جاي لي الساتوريشن بتاعه 97، انا لما احطه على اكسجين هيبقى الساتوريشن بتاعه 100%، فيحصل له اللي هو الهايبروكسيميا، وايه وهيحصل له السايد افكتس ايه بتاعته. تمام. يبقى انا المفروض الجايد لاين دايما تقول ان احنا بندي ليه النون هايبوكسيميك بيشنت. لكن لازم تاخد بالك من حاجه، ان لو حصل صدر ريدكشن لاكثر من 3% في الساتوريشن حتى لو هو في التارجت، تعرف ان العيان بدأ يحصل له ديستربنس للاكيوت ايه الاكيوت النس، يعني بدا يدخل في اكيوت النس. يبقى لو العيان جاي لك الساتوريشن بتاعه 98 وبعد كده حصل له دروب لحد 95% على الرغم من ان هو في التارجت، لكن حصل دروب في الساتوريشن، يبقى في الحاله ديت لازم تاخد بالك ان هو دخل في اكيوت النس، وتعمل له انفستيجيشن وتبدا تشوف احتياجه لايه للاكسجين. تمام. طيب المعلومه اللي بعد كده اللي هنستفيدها من السيف لور ليميت اوف هايبوكسيميا، قال لك لو جالك عيان كريتيكالي ال والساتوريشن بتاعه اقل من السيف لور ليميت اوف هايبوكسيميا اللي هو 85%، يبقى في الحاله دي ابدا له بريزرفوار ماسك على طول، ماشي، لحد ما تبدا تعمل له ري اسسمنت. تمام. يا اما تبدا بقى تنزله على سيمبل فيس ماسك او ايه او غيره، وطول ما البلس اوكزيمتر مش افيلابل ومش عارف تقيم عيانك سيبه عليه عشان تجارانتي ان يوصل للتيشو كام 90% لحد ما تعمل بروبر اسسمنت للعيان. يبقى لكن الحاجه اللي بعد كده برضو ان احنا لازم نفرق بين الهايبروكسيميا والهايبرباريك اكسجين. الهايبرباريك اكسجين ده مش مجالنا دلوقتي، اللي هو ان انا بدي اكسجين بضغط اعلى من الاتموسفيريك بريجر، لكن الهايبروكسيميا ان انا بوصل الساتوريشن ل 100% اللي هو سوبرا فيسيولوجيك. يبقى ده الجزء الاول من المحاضره، ان احنا عرفنا ان الهدف من احنا بنستنشق اكسجين ان هو يوصل للتشو. تمام. طيب لو ما وصلش للتشو هيحصل سيل ديس. طب ايه الليفلز اللي عندها؟ قال لك سيف لور ليميت اوف هايبوكسيميا 85، ومعظم الناس بتقول حافظوا عليه 90. استفادوا منها ان هم عملوا تارجت اكسجين ساتوريشن في معظم الناس كام؟ اكتر من او يساوي 94. في الناس اللي عندها ريسك اوف هايبر كابنيا من 88 الى 2 الى 92، ال 100% في حالات ايه؟ في حالات الكربون مونوكسيد والحاجات اللي احنا قلناها. لو جالي عيان تحت السيف لور ليميت اوف هايبوكسيميا تحت ال 85%، لازم ابدا ريزرفوار ماسك عشان احافظ على التشو ان يحصل لها سيل ديس لحد ما اكمل الاسسمنت الايه للعيان. طيب الاكسجين بقى بيوصل للتشو ازاي؟ احنا دلوقتي اتنفسنا الاكسجين، ماشي، في الالفيولاي اهو، ماشي، المفروض بقى هيتنقل عن طريق الدم يروح فين؟ يروح للتشو. تمام. طيب عشان يتنقل، في معلومه مهمه لازم نعرفها، ان الاكسجين ما بيعرفش يعوم في الدم. تمام. الاكسجين از بورلي سولوبل ان البلازما، ما بيعومش، لازم يركب على حاجه او لازم حاجه تشيله عشان توصله. فعلشان كده معظم الاكسجين اللي هينزل الدم هيركب على مين؟ هيركب على الار بي سيز، هيمسك في الهيموجلوبين اللي موجود في الار بي سيز، ودي نسبه عاليه منه واكبر نسبه منه، 1 ل 2% الباقيين هيبقوا ديسولفد في البلازما. الجزء اللي هيبقى راكب على الار بي سيز اللي هو ماسك في الهيموجلوبين ده اسمه الاكسجين ساتوريشن، اللي انا عماله اقول الساتوريشن التارجت ساتوريشن التارجت ساتوريشن. الساتوريشن ده عباره عن مين؟ الاكسجينيتد هيموجلوبين، نسبه الهيموجلوبين اللي ماسك فيها الاكسجين. الاس اي او 2 ده الساتوريشن لو انا بقيسه فين؟ في الارتيريال بلاد. الاس بي او 2 ده الساتوريشن لو انا بقيسه في البريفرال كابيلاري بالبلسو ايه اوكزيمتر. النورمال طبعا زي ما اتفقنا
انا حسيت لحد 98% عشان الفسيولوجيكال شنط. الجزء الباقي بقى هيبقى ديسولفد في البلازما، هيعمل تنشن على الوول بتاع البلاد فيزل، علشان كده سموه بي او 2 اللي هو البارشال بريشر بتاع الاكسجين، وده النورمال بتاعه كام؟ من 80 الى 100 ملي متر ميركري. يبقى الدم اللي جه في الالفيولاي، الاكسجين اللي جه في الالفيولاي جزء منه ايه؟ جزء منه كبير هيتشال بالار بي سيز، لان هو ما عندوش قابليه انه يعوم في البلازما، ماشي؟ والجزء البسيط هيبقى ديسولفد في البلازما اللي هو البي او 2، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي الساتوريشن عبر عن نسبه الاكسجين اللي ماسكه في الهيموجلوبين، والبي او 2 عبر عن نسبه الاكسجين اللي موجوده في البلازما. يبقى انا لما اقيس الساتوريشن هبقى بقيس حاجه معينه، ولما بقيس البي او 2 بقيس حاجه معينه. علشان كده عملوا في حاجه اسمها اكسجين كونتنت. الاكسجين ايه؟ الاكسجين كونتنت دي اللي هي عباره عن مجموع الايه؟ الساتوريشن والبي او 2. ما هو الساتوريشن الجزء اللي ماسك في الهيموجلوبين، ماشي؟ والبي او 2 اللي هو جزء الديسولفد فين؟ في البلازما. الاكسجين كونتنت هي التوتال كونتنت بتاعت الايه؟ الاكسجين الموجوده في البلاد، الباوند للهيموجلوبين واللي ديسولفد فين؟ في البلازما. الهيموجلوبين كل مولوكيول من الهيموجلوبين بيمسك فيه 1.3 مللي من الاكسجين، ونضربه في الساتوريشن زائد البي او 2 ديت اللي هو الديسوليوشن بتاع الايه؟ الاكسجين في البلازما. يبقى الاكسجين، يبقى التوتال كونتنت بتاع الاكسجين الموجوده في البلاد اللي بيعبر عنها بالاكسجين ايه؟ كونتنت، مش بالساتوريشن لوحده ولا البي او 2 لوحده. هنلاقي هنا بقى حاجه كمان بتميز الاكسجين كونتنت، ان الهيموجلوبين موجود في المعادله بتاعتها. طيب يعني معنى كده ان لو حصل افكشن للهيموجلوبين، اللي يتاثر مين؟ الاكسجين كونتنت. لا يتاثر الساتوريشن، ولا يتاثر مين؟ ولا يتاثر البي او 2. البي او 2 الجزء اللي ديسولفد في البلازما، ملوش دعوه بالهيموجلوبين خالص، ما يتاثرش لو في انيميا، تمام؟ الساتوريشن عباره عن نسبه وتناسب، يعني عندي مثلا 98% من الهيموجلوبين ساتوريتد، سواء كان الهيموجلوبين ده 5 15، هي نسبه وتناسب. لكن الاكسجين كونتنت في المعادله بتاعتها معتمد على الاماونت بتاع مين؟ الهيموجلوبين. يبقى لو حصل انيميا هتقلل الاكسجين كونتنت، لكن ملهاش علاقه بالساتوريشن ولا لها علاقه بالبي او 2، تمام؟ يبقى الاكسجين جه في الالفيولاي، خرج البلاد، مسك جزء كبير منه ركب على الهيموجلوبين اللي هو الساتوريشن، وجزء ديسولفد في البلازما. عشان اعرف كميه الاكسجين كلها عندي حاجه اسمها اكسجين كونتنت. الهيموجلوبين بيدخل في معادله الاكسجين كونتنت، لكن كميه الهيموجلوبين لا تاثر على الساتوريشن ولا تاثر على البي او 2. طيب انا عندي دلوقتي اكسجين كونتنت في البلاد، ماشي، اللي هو مجموع الساتوريشن والبي او 2، هيوصل للتشو ازاي؟ محتاج كاردك او تبط، يبقى ده اللي هو الاكسجين ديليفري. يبقى الاكسجين ديليفري عباره عن حاصل ضرب الاكسجين كونتنت في ايه؟ في الكاردك اوت بوت. طبعا انا مش بقول لكم الكلام ده عشان اصدعكم وافكركم بالفسيولوجي القديم، لا، ده له مغزى في الاكسجين ثيرابي اللي هو ايه؟ هقوله دلوقتي. لو انا عندي دلوقتي العيان ده الاولاني ده نورمال، تمام؟ ده نورمال بيتنفس 21% من الايه؟ الاير اللي هو الاف اي او 2 روم اير. الساتوريشن بتاعه نورمال 98 والبي او 2 بتاعه 100، الهيموجلوبين بتاعه 15، الكونتنت بتاعته كام؟ 19.9، تمام؟ يبقى الراجل ده مش انيميك ولا اي حاجه، البي او 2 نورمال والساتوريشن نورمال والاكسجين كونتنت 19.9. نيجي بقى للي بعده، ده عيان هيموجلوبينه 5، تمام؟ وبيتنفس برضه الروم اير اللي هي 21%. هل لما الهيموجلوبين يبقى 5 عمركم شفتوا واحد انيميك لما بقيس له البلس اوكسيمتر ولا الساتوريشن بتاعه قليل؟ لا، هيموجلوبين الانيميا ما تاثرش لا على الساتوريشن ولا على البي او 2، ماشي؟ لقيت الساتوريشن بتاعه 98 والبي او 2 100، ولكن الاكسجين كونتنت كام؟ 6.9، يبقى الانيميا هتاثر على ايه؟ على الاكسجين كونتنت. يبقى انا على الرغم من ان انا العيان الانيميك حققت له التارجت اكسجين ساتوريشن بتاعه، لكن ما كنتش واثق ان الاكسجين وصل، الاكسجين كونتنت اللي واصله للتشو كامله، لان الاكسجين كونتنت بتاعته ايه؟ قليله. يعني مثلا لو عيان انيميك وايه وحطيته على 100% ايه اكسجين، والساتوريشن بتاعه هيبقى 100%، لكن الاكسجين كونتنت هتبقى ايه؟ قليله، تمام؟ فبالتالي الاكسجين كونتنت هتبقى ايه؟ هتبقى قليله، فكميه الاكسجين اللي واصله للتشو هتبقى قليله، على الرغم من ان الساتوريشن بتاعك اتحسن والبي او 2 اتحسن بالاكسجين ايه؟ بالاكسجين ثيرابي. ويبقى اذا لازم تعمل كوريكشن لايه؟ للانيميا. يبقى الانيميا اللي هي ديكريز الهيموجلوبين كونتنت، ماشي؟
بتقلل الاكسجين كونتنت، لكن لا تؤثر على البي او 2 ولا الايه الساتوريشن. لو اديت للعيان 100% اكسجين مش هيحسن الاكسجين ايه كونتنت، تمام؟ يبقى احنا اللغه بتاعتنا هتبقى اكسجين ايه اكسجين كونتنت. عشان كده لما يجي لي عيان فيه كريتيكال إلنس لازم اسحب له صوره دم، ولو فيها انيميا لازم اعمل لها كوركشن، لو فيه مشكله في الكاردك اوت بوت لازم اعمل له كوركشن. يبقى التارجت بتاعك مش بس انك انت تحسن البي او 2 والساتوريشن، تمام؟ البي او 2 والساتوريشن دول اتنين ماركرز من اللي بيعبروا عن كميه الاكسجين في الدم، لكن التوتال كونتنت اللي موجوده في البلاط بتعتمد على الاماونت بتاعت ايه الهيموجلوبين، لان الساتوريشن ده زي ما اتفقنا نسبه وتناسب 98% من الايه الهيموجلوبين ساتوريتد، تمام؟ ولكن التوتال كونتنت بتبقى ايه؟ بتبقى قليله، لان الكونتنت معتمد على الاكسجين كارينج كاباستي بتاعه البلاد، الاكسجين كارينج كاباستي بتاعه البلاد اللي هو الهيموجلوبين. فانا في الاكسجين ثيرابي لما بديه بزود الاكسجين اللي موجود في الالفيولاي، لما يدخل للدم هيحسن البي او 2 وهيحسن الساتوريشن، لكن لو الهيموجلوبين قليل الاكسجين ما بيحسنش الانيميا. عشان كده لازم اعمل كوركشن للانيميا، تمام؟ طب لو عيان شوكت وما هوش انيميك ولا حاجه، الساتوريشن كويس والبي او 2 كويس والهيموجلوبين كويس، لكن ما فيش دم يوصل الاكسجين للتشو، فالكاردك اوتبوت هتبقى قليله، يبقى انا كده ما وصلش الاكسجين للتشو. واحنا اساسا في النورمال بنتنفس اكسجين عشان يوصل للتشو، يبقى انا لما ادي اكسجين ثيرابي يبقى لازم ابقى متاكد ان الاكسجين يوصل للتشو اللي هو كميه الاكسجين في الدم المعتمده على الساتوريشن والهيموجلوبين والبي او 2 والكاردك اوتبوت لازم يبقوا كوركتد وانا بدي اكسجين ثيرابي، تمام؟ طب احنا وصلنا للتشو، ماشي؟ وصلنا للتشو بقى هنلاقي اول جزء بيدخل للتشو هو البي او 2 اللي هو ديسولفد في البلازما، تمام؟ هيبدا البي او 2 اللي موجود في البلازما ايه يقل على حسب احتياج التشو. التشو خدت مثلا كميه كبيره من الايه البي او 2، طيب لما البي او 2 يقل ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الهيموجلوبين اللي راكب ينزل يبقى ديسولفد في البلازما ويعدي يروح للتشو، تمام؟ العلاقه دي اسمها ايه بقى؟ اوكسي هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف، خدناها برضه في الفيزيولوجي، اللي هو البي او 2 للايه للساتوريشن، تمام؟ دي علاقه البي او 2 للساتوريشن. لو حصل ماركت ديكلاين في البي او 2، طبعا هو سيجمويد شيب، فده معناه ان بيج دروب في البي او 2 نيدد عشان يحصل سمول دروب. طول ما احنا على لو حصل دروب في البي او 2 طول ما احنا على الفلات بورشن ده هيحصل سمول دروب في الاكسجين ايه الاكسجين ساتوريشن. يبقى المين ديترمينانت ليه اللي بيحدد الساتوريشن هو الايه البي او 2. يبقى احنا لو جينا هنا هنلاقي ان الافينيتي بتاعه طبعا هو الاكسجين، لا الهيموجلوبين لما يسيب الاكسجين عشان يروح للتشو ده معناه لو افينيتي، يعني ان هو ماسك في الاكسجين بايه بروابط ايه بروابط ضعيفه، تمام؟ طيب يبقى لما البي او 2 يقل بيقول لك لو البي او 2 وصل لحد 60 يبدا بقى يحصل ايه هاير ديكلاين في الاكسجين ساتوريشن. بيقول لك لو البي او 2 وصل ل 40 الهيموجلوبين بيبقى 75% ايه ساتوريتد، لو البي او 2 وصل ل 25 الى 27 هيبقى الهيموجلوبين 50% ساتوريتد، والقيمه دي اسمها ايه بي 50، خلينا حافظينها كويس. يبقى كل من لما وصلنا عند مستوى التشو البي او 2 هيعدي الاكسجين الديسولفد في البلازما هيعدي للتشو، هينتج عنه ان البي او 2 هيقل، تمام؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ان الهيموجلوبين اللي ماسك الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين هيبدا يسيب ايه اكسجين للتشو، تمام؟ ده اسمه شيفت تو ذا رايت. لما يحصل ان الهيموجلوبين يسيب الاكسجين يروح للتشو يبقى شيفت تو ذا رايت. قال لك طول ما احنا على الفلات بورشن بتاع الاكسي هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف ماركت دروب في الهيموجلوبين هيقابله ايه سمول دروب في الاكسجين ساتوريشن لحد ما البي او 2 يبقى 60، تمام؟ لما البي او 2 يبدا يقل بقى اللي عند 40 مثلا هيبقى الهيموجلوبين 75% ساتوريت. البي او 2 لما يبقى 27 الهيموجلوبين هيبقى كام؟ 50% ساتوريتد، وده اسمه البي 50 اللي هو البي او 2 قيمه البي او 2 عندما يكون الهيموجلوبين 50% ساتوريتد، ونحفظها زي اسمنا، ماشي؟ يبقى اذا على الرغم من ان البي او 2 كان كميه قليله اللي هو 1-2% من الاكسجين اللي احنا استنشقناه كان ديستولفد في البلازما، لكن هو المين ديترمينانت للاكسجين ساتوريشن وبيحدد الايه الاكسجين الهيموجلوبين افينيتي للايه الاكسجين. في فاكتورز ثانيه غيره بتاثر اللي هو متجمعه في كلمه ايه كادت اللي هو السي او 2
الايه الايه اللي هي الاسيدوزس، والدي 2 3 دي بي جي، والاي الاكسرسايز، والتي اللي هي ايه التمبريتشر. تمام. طيب يبقى في الكلينيكال روتين براكتس لازم اقيس الافينيتي بتاع الهيموجلوبين للاكسجين، تمام، عشان اضمن ان هو سابه عند التشو، لما وصله عند التشو سابه يروح للتشو، يعني ماشي، اللي هي الشيفت تو ذا رايت بتاع الاوكسي هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف. كل ما الافينيتي تبقى قليله ده معناه ان التشو اكسجينيشن ايه كويس. تمام. طب انا بقيس بقى الافينيتي دي بايه؟ بقيسها بالبي 50. فالبي 50 اللي هو البي او 2 اللي عنده 50% من الهيموجلوبين بيبقى ساتوريتد، ده بيحدد المنظر الكيرف شيفت تو ذا رايت او شيفت تو ذا ليفت. النورمال بيبقى من 24 الى 28 ملم ميركوري اللي هو 27 يعني، وبيبقى عنده البتاع ده الهيموجلوبين بيبقى 50% ايه 50% ساتوريتد. تمام. طيب بيطلع في الاي بي جي، بيطلع في جهاز الاي بي جي، ماشي. طيب لو حصل ايه بقى، بيبقى لو الرقم عامل ازاي، هو 27 اهو 27، بيبقى الافينيتي نورمال، وبيبقى الهيموجلوبين ايه 50% من الهيموجلوبين ساتوريت. تمام. طب لو حصل بقى ان البي 50 اللي هي البي او 2 اللي عنده 50% من الاكسجين ساتوريتد، من 50% من الاكسجين كان ساتوريتد، كانت عالي، يعني معنى كده الكيرف شيفت تو ذا رايت. تمام. ليه؟ لان ده معناه ان انا محتاج ان البي او 2 يقل بمقدار قليل علشان عشان الاكسجين الهيموجلوبين يسيب الاكسجين. تمام. وبناء عليه يبقى شيفت تو ذا رايت. طيب لو كان بقى البي او 2 قليل عن البي عن الـ يعني البي 50 كانت قليله، ده معناه ان انا هحتاج ماركت ديكلاين في البي او 2 علشان الهيموجلوبين يبقى 50% ساتوريتد، يبقى هو ماسك فيه بشده، يبقى معنى كده هيبقى فيه شيفت تو ذا ليفت. يبقى البي او 2 البي 50 لما بيقل معناه هاي افينيتي، العلاقه عكسيه، لما يزيد البي 50 هيبقى معناه لور افينيتي او شيفت تو ذا ليفت وشيفت تو ذا رايت. تمام. زي هنا طلع في جهاز الغازات، احد اجهزه الغازات، هنا البي 50 كام؟ 26.7، يعني 27 نورمال. لكن هنا البي 50 في احد اجهزه الغازات كام؟ حوالي 33. 33 دي يعني ايه؟ البي 50 عاليه ولا واطيه عن ال 27؟ عاليه عن ال 27، يبقى الافينيتي ايه؟ قليله، يبقى شيفت تو ذا رايت. يبقى هنا في لو افينيتي، يبقى شيفت تو ذا رايت، يبقى الهيموجلوبين بيسيب الاكسجين كويس ان هو يروح لايه؟ للتشو. لكن لو كان الشيفت تو ذا ليفت لازم اشوف السبب ايه؟ ممكن يكون في الكالوزس. تمام. يبقى انا الفكره في ايه في دراسه، في ان انا بتكلم في الموضوع ده ايه، من اول ما ناخد الاكسجين من الالفيولاي لحد ما نوصله للتشو، ان التارجت بتاعك انك توصله للتشو. تمام. طيب يبقى انا في الحاله دي لازم اعمل كوركشن للطريق كله، كوركشن للساتوريشن والبي او 2 بالاكسجين، كوركشن للهيموجلوبين للانيميا بان انا انقل بلاد ترانسفيوجن، كوركشن للاستاجنيشن ان انا ادي ايه، ادي احسن الكاردك او اضبط له في شوك ستيت او في اي حاجه. تمام. لما اوصل للتشو كمان ابقى متاكد ان الهيموجلوبين هيسيب الاكسجين يدخل للتشو عن طريق ان انا بعمل تيست للهيموجلوبين افينيتي اللي هو اسمه ايه؟ البي 50. طب لو ما بيطلعش في جهاز الغازات، قال لك في معادله اسمها هيل ايكويشن، الهيل ايكويشن ان البي 50 عباره عن البي او 2 في 1 ناقص الساتوريشن على الساتوريشن اس 1 في ان، الان دي 2.7. لو حطينا هنا مثلا البي او 2 80، 1 ناقص الساتوريشن 95 من 100، بتتحط بعلامه عشريه زي ما انتم شايفين تحت كده، ماشي، على 95 من 100 طلعت البي 50 معاك كام؟ 27، وعوض طبعا هنا الان ب 2.7. ده انا جبتها عشان مش كل اجهزه الغازات بتطلع الايه؟ البي 50. تمام. يبقى انا من المعلومات اللي انا خدتها ديت، يبقى انا لازم اوصل الاكسجين للتشو عن طريق اني بعمل كوركشن للانيميا، كوركشن للكاردك اوت بوت، ولما اوصل للتشو اتاكد ايه؟ الافينيتي عن طريق البي 50. عدم وصول الاكسجين للتشو، دي طبعا مراجعه اللي فات، عدم وصول الاكسجين للتشو اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه هايبوكسيا. تمام. الهايبوكسيا ديت ممكن تكون مشكله في الاكسجين كونتنت في البلاد، يعني فيه الساتوريشن قليل والبي او 2 قليل، او في انيميا، يبقى في هايبوكسيميك هايبوكسيا اللي هو نقصان الساتوريشن والبي او 2، وفي انيميك هايبوكسيا اللي هو نقصان الايه الهيموجلوبين، وفي الكاردك اوت بوت فيها مشكله اللي هي الاستاجننت ايه الاستاجننت هايبوكسيا، مشكله في الكاردك اوت بوت، عيان شوك ستيت،
ماشي، فما وصلوش للتشو، او ان الامور دي كلها تمام والتشو بقى ايه هو اللي مش قادر يستخدم الاكسجين اللي واصل له، اللي هي الهيستوتوكسيك هايبوكسيا. الاكسجين سيرب اللي احنا بنتكلم عنها دي ما بتصلحش غير حاجه واحده بس، اللي هي الهايبوكسيميك هايبوكسيا. تمام، اذا انا علي اعمل كوركشن للباقي علشان اجرانتي ان الايه ان التشو بيستخدم الاكسجين اللي رايح له. لازم احسن الانيميا، لازم احسن الاستاجنيشن، واشوف مشكله الايه التشو لو فيه اي توكسيستي او اي حاجه ايه نصلحها. تمام، يبقى الهايبوكسيا الاكسجين ما وصلش للتشو، واحنا شايفين المسار بتاعه يا اما الساتوريشن والبي او 2 قله اللي هي الهايبوكسيميا، فدي لازم اعمل لها كوركشن بالاكسجين ثيرابي، الانيميا، الاستاجنيشن، وايه والهيستوتوكسيك هايبوكسي. تمام، الهايبوكسيميا بقى اللي هي لو بي او 2 في البلاد، على الرغم من ان الساتوريشن زي ما اتفقنا كميته اكبر من البي او 2، لكن دايما الديفينيشن بتاع الريسبيراتوري فيلير بيعتمد على البي او 2، لانه زي ما احنا اتفقنا ان هو اساسا اللي بيحدد الساتوريشن المين ديترمينانت بتاعه. فالريسبيراتوري فيلير طبعا طبعا الهايبوكسيميا ان هو هيبقى اقل من النورمال. الطيب 1 ريسبيراتوري فيلير لو البي او 2 اقل من كام؟ اقل من 60. طب انا بعمل اسسمنت للساتوريشن والساتوريشن بايه؟ بالبلس اوكزيمتر، ده اكتر حاجه بنشوفه، وهنا بقى الساتوريشن هيبقى اسمه ايه؟ اس بي او 2، ماشي؟ لكن لو انا قايسه في البلاد يبقى اسمه اس اي او 2. فالبلس اوكزيمتر، البلس اوكزيمتر بيعتمد على اثنين ويف لينث من الايه؟ من اللايت، بيحصل لهم ابزوربشن بالاكسجينيتد والدي اكسجينيتد هيموجلوبين، فبيقدر يطلع لك في الاخر الاوكسي هيموجلوبين قيمته قد ايه. تمام؟ طيب، لكن هو مشكلته في ايه؟ ان هو لس ريلايبل، لو الساتوريشن اقل من 80% لازم تتاكد من السيجنال بتاعته والحاجات ديت، علشان خاطر ايه ممكن يديك قرايات ايه قرايات غلط. وعلشان كده الايرور ده اللي خلانا نخلي التارجت اوكسجين ساتوريشن 94%، على الرغم من ان السيف لور ليميت اوف نورمال معظم الناس عملته عند الايه ال 90. الحاجه الثانيه برضو وجدوا ان البلس اوكزيمتر ده طبعا ما بيدينيش قياسه البي او 2 ولا البي اتش ولا الهيموجلوبين ولا الهيموجلوبين ليفل، علشان كده ما نقدرش يعني نستخدمه كاونلي مونيتور للعيان اللي جاي اللي فيه كريتيكال إلنس. الحاجه الثانيه لو في هايبو بيرفيوجن زي حالات الهايبوتنشن او الرينولدز فينومينا، القرايه بتاعته مش هتبقى ايه مظبوطه، بيعتمد على البيرفيوجن. فقال لك لازم تتاكد من الايه السترينث بتاع السيجنال بتاعته طول الوقت، يعني ما تقولش الساتوريشن بتاع العيان كذا من غير ما يكون رسم الكيرف ده كويس زي ما الصوره ماشيه كده، والبلس ما ايه والبلس ماشي كويس، عشان تتاكد ان هو ايه ان هو الجهاز بيقرا ايه بيقرا كويس. تمام، بيتاثر كمان البلس اوكزيمتر ده بالكلر بتاع السكين واللي هو النيل بولش، طبعا بيدي زي ما انتم شايفين قرايات كده غلط، وبتحصل معانا كتير ان احنا نحط البلس اوكزيمتر في ايد ناس حاطه حنه او حاطه بتاع ده النيل بولش، بيديك قرايات اقل من الطبيعي، فهو بيتاثر بالبيجمنتيشن بتاعه السكين. اللي بيتاثر بالليفل بتاع الكربوكسي هيموجلوبين، الكربوكسي هيموجلوبين ده سواء كان جاي من السجاير او كان جاي من الكربون مونوكسيد بويزنينج، الويف لينس بتاع اللايت بيحصل له ابزوربشن بالاثنين ويف لينسز اللي بيستخدمهم البلس اوكزيمتر ده، فهيديك ان الساتوريشن نورمال على الرغم من ان العيان هايبوكسيميك. يعني لو في كربوكسي هيموجلوبين، يعني ما هو الكربوكسي هيموجلوبين ده ماسك في يعني ماسك في الهيموجلوبين بدل الاكسجين، يبقى الساتوريشن قل ولا ما قلش؟ قل، لانه ماسك في الهيموجلوبين بدل الايه الاكسجين، وبيدي نفس الكلر مع مين؟ مع الويف لينس بتاع الابزوربشن بتاعه نفس الابزوربشن بتاع الاكسي هيموجلوبين. فلو عيان مدخن زي عين السي او بي دي والساتوريشن بتاعه كويس، ما تبقاش عايش في امان قوي، لان ممكن يكون اساسا هو هايبوكسيميك لكن البلس اوكزيمتر مديك قرايه غلط عشان هو ايه عشان الكربوكسي ايه هيموجلوبين. فبقول لك لو واحد مدخن في ال 10 ساعات اللي فاتوا هيديك ايه؟ هيديك قرايه غلط. الكربون مونوكسيد بويزنينج ده الكربون مونوكسيد بيمسك في الهيموجلوبين بافينيتي اعلى من الاكسجين، والميت هيموجلوبين، الميت هيموجلوبين ده ابنورمال هيموجلوبين اللي هو بيبقى فيه ايه فرك بدل فرس، فما بيمسكش في الهيموجلوبين اصلا. تمام، دول برضو اللي بيدوا ابزوربشن شبه مين؟ شبه الاوكسي هيموجلوبين، فبيبقى العيان هايبوكسيميك ولكن ايه ولكن ما بيبقاش بيبقى البلس اوكسيمتر بتاعه نورمال، فبيدي ايرور في حالات الكربون مونوكسيد بويزنينج والميت هيموجلوبينيميا. لو عيان مدخن لازم ابقى يعني ما اخدش قرايه البلس اوكسيمتر، بيبقى البلس اوكسيمتر فيهم ان اكيوريت. تمام،
الكاربوكسي هيموجلوبين ليفل لو فوق 2% بيأثر عليه. طب هسألكوا سؤال بقى، الكربون مونوكسيد بويزنينج ده والميت هيموجلوبين، المشكلة في مين؟ في الهيموجلوبين، تمام؟ هنا الهيموجلوبين مش ما, ما, ما بيقدرش يمسك الأكسجين أصلا، يبقى الساتوريشن قل ولكن البي او 2 نورمال. فبيجي سؤال دايما ايه الحالات تبقى فيها الساتوريشن نورمال والبي او 2 نورمال، تمام؟ سي او 2 الساتوريشن قليل والبي او 2 نورمال، ادي الميت هيموجلوبين واحده والكربون مونوكسيد ايه بويزنينج واحده منهم. الكربون مونوكسيد بيمسك في الهيموجلوبين بدل الاكسجين، فبالتالي الساتوريشن هيبقى قليل لكن البي او 2 هيبقى ايه، هيبقى نورمال، تمام؟ والاكسجين كونتنت كمان ايه هتقل، لان الاكسجين كونتنت معتمد على الهيموجلوبين والساتوريشن في ياسيت. يبقى الاثنين اللي بيقولوا الساتوريشن والكونتنت لكن البي او 2 بيبقى ايه، بيبقى نورم. عشان كده عملوا لهم حاجه اسمها بلس كو اكزيمتر. البلس كو اكزيمتر ده ما بيبقاش فيه اثنين ويفلينس بس، البلس اكزيمتر العادي بيبقى فيه اثنين ويفلينس 660 و940، تمام؟ ده بيعمل لهم ابزوربشن الاوكسي هيموجلوبين والدي اوكسي هيموجلوبين والميت هيموجلوبين والكربوكسي هيموجلوبين، تمام؟ فممكن لوجود الكربوكسي والميت هيموجلوبين يديك انطباع ان الساتوريشن نورمال، فعملوا حاجه اسمها بلس كو اكزيمتر بيعتمد على 2 او 3 ويف لينس، تمام؟ بيحسب بقى البلس كو اكزيمتر ده بيفرق بين الكربوكسي هيموجلوبين والميت هيموجلوبين والاوكسي والديوكسي هيموجلوبين. يعني احنا هنا هنلاقي الجهاز الاولاني ده واحد منهم حاسب التوتال ايه هيموجلوبين، مسميه اس بي اتش بي اللي هو 13.4 على المونيتور، تمام؟ الثاني ده لو شايفينه هيلاقيه بيطلع نتائج اس بي او 2 وده هارت ريت وكربوكسي هيموجلوبين وميت هيموجلوبين. كربوكسي مطلع الساتوريشن وقال لك انا عندي كربوكسي هيموجلوبين زيرو وميت هيموجلوبين ايه زيرو. ده الغرض من ذكر المعلومه دي كلها، ان انا اقول لكم ان في حاجه اسمها بلس كو اوكزيمتر. البلس كو اوكزيمتر ده علشان لو عندي ابنورمال هيموجلوبين سواء ميت هيموجلوبين او كربوكسي هيموجلوبين بسجاير او كربون مونوكسيد بويزنينج، في الحاله دي لا تعتمد على قرايه البلس اوكزيمتر في الاسسمنت الهايبوكسيميا للعيان، ولازم تعتمد على البلس كو اوكزيمتر. او طبعا هو لو مش موجود عندنا ممكن بقى نسحب اي بي جي او كده، تمام؟ يبقى ده بالنسبه للكو اوكزيمتر. الهايبوكسيميا طبعا بعرفش ارجع بالسلايد تاني، فالسلايد عدت. الهايبوكسيميا اسبابها ايه بقى؟ اسباب الهايبوكسيميا احنا قلنا الاكسجين ثيرابي بيأثر على بنستخدمه في الهايبوكسيميك هايبوكسيا. الهايبوكسيميا معناها نقصان الساتوريشن والبي او 2 ناتج من ايه؟ يا اما هاي التيتيود اللي بتنفسه قليل، يا اما فيه مشكله في اللنج في كيو مس ماتش، او فيه مشكله او شنط، او اسباب كتير، تمام؟ الاكسجين ثيرابي بيحسن الاكسجين لكن لا يعالج الايتيولوجي. يبقى اذا انا لما ادي اكسجين ثيرابي ما ادهوش واسيب العيان من غير معالج ايه الاوتولوجي. دي الرساله اللي كان لازم نعرفها. يبقى احنا في بدايه المحاضره عرفنا السيف لور ليميت اوف نورمال، حددنا منه التارجت ساتوريشن، بعد كده وقلنا ان السيف لور ليميت اوف نورمال ده يخليني ادي ريزرفوار على طول للعيان اللي جاي اقل من 85%. بعد كده اتكلمنا عن الاكسجين ديليفري في البلد علشان نقول ان احنا مش بس لازم تبقى عينينا على البلس اوكزيمتر، لا ده انا لازم احسن الانيميا ولازم احسن الكاردك اوت بوت ولازم احسن اقلل الافينيتي بتاع الهيموجلوبين للاكسجين. وبعد كده قلنا ان انا طب انا في الهايبوكسيميا بعمل اسسمنت بايه؟ بالبلس اوكزيمتر. البلس اوكزيمتر ده له عيوب وله دروباكس لازم ناخد بالنا منها، وانا اعتمدش عليه في كل الايه في كل الحالات. طب خلاص هو العيان جاي لهايبوكسيميك وانا قررت ان انا اديله اكسجين ايه سيرابي، هنركز بقى في جزء الاكسجين ايه الاكسجين سيرابي اللي انا هديهوله، وعملت بقى كوركشن للانيميا، عملت كوركشن للكاردك اوت بوت والكلام ده كله. قال لك لو العيان اللي جاي لك ده كريتيكال ال، يعني ميجور تروما او سيبسيس او شوك او انافيلاكسيس، من الاخر ما هوش قادر يمنتين السيركيوليشن بتاعه ولا بيمنتين الريسبيريشن، ده على طول سواء كان عنده ريسك اوف هايبر كابنيا او ما فيش عنده ريسك اوف هايبر كابنيا اديله هاي كونسنتريشن من الاكسجين، وده ما بيحققه مين عندنا اللي هو الماسك ريزرفوار او
النون ريبريسنج ايه؟ النون ريبريسنج ماسك، ماشي؟ طيب يبقى العيان لو جاي لكريتيكال ال عنده ميجور تروما او سبسس او شوك، السيركيوليشن بتاعه مش مينتيند، ما فكرش احطه على طول على ريزرفوار لحد ما يجي البلس اوكزيمتر، واعمل طبعا هنا الاسسمنت البلس اوكزيمتر هيبقى فيه مشكله، علشان كده هو قال لك حطه سيفلي على هاي كونسنتريشن من الاكسجين اللي هو قيمته اكتر من 60 ايه في المية، تمام؟ حتى لو كان عنده ريسك فاكتور للهايبركابنيا، واستنى نتيجه الايه الاي بي جي، والانيشال اوكسجين سيرب هيبقى 15 لتر بير ايه بير مينيت، ولو الاوكزيمتر كان ان افيلابل خليك على الريزرفوار ماسك لحد ما ايه ما تقدر تتصرف، لان هنا قرايه البص اوكزيمتر في الستيت دي بتبقى ان ريلايبل في معظم الاوقات عشان الشوك ستيت، فانت ما انتش عارف قد ايه واصل للتشو اللي هي 90% موجوده ولا لا، فحافظ عليه على هاي كونسنتريشن من الاكسجين، والهاي كونسنتريشن من الاكسجين اللي هو اكتر من 60% ده بيحققه من الريزرفوار، وما هو اعلى زي الهاي فلو نيزل كانيولا والاندوتراكيال انتيوبيشن، لكن احنا بنتكلم عن الاكسجين سيرب، تمام؟ طب لو جاي لي بقى العيان الاسبيريشن بتاعه مينتيند والسيركيوليشن بتاعته مينتيند نوت كريتيكال ال، وعندي وقت في التفكير، بشوف عنده ريسك اوف هايبر كابنيا ولا ما عندوش ريسك اوف هايبر كابنيا. لو ما عندوش ريسك اوف هايبر كابنيا، يعني مش عيان سي او بي دي، مش عيان شيست بتاع ده شيست وول ديزيز او اي كرونيك شيست ديزيز، هنا بقول لو هو ما عندوش ريسك للهايبر كابنيا والساتوريشن اقل من 85 اللي هي السيف لور ليميت، ياخد ريزرفوار على طول زي ما قلنا قبل كده. لو اكتر من 85 هدي له ميديوم كونسنتريشن من الاكسجين، والميديوم كونسنتريشن بيبقى من 40 ل 60، هنا اكتر من 35، يعني مكتوبه هنا غلط، 40 الى 60 ميديوم كونسنتريشن من الاكسجين، وده بيحققه السيمبل فيس ماسك والنيزل كانيولا. السيمبل فيس ماسك بتحققه لو اتحطت على 5 الى 10 لتر، والنيزل كانيولا لحد 6 لتر، والتارجت ساتوريشن رينج هيبقى 94 ل 98. ليه؟ لانه ما عندوش ريسك اوف هايبر كابني، تمام؟ طب لو كان عنده ريسك اوف هايبر كابنيا، لا هنا هديله كنترولد او لو دوز من الاكسجين سيرابي اللي هي ال 35 ايه في الميه. هم سموا دي ميديوم كونسنتريشن الاكسجين ليه؟ لان هم وجدوا ان الموست كومن اكسجين بيتحط عند 6 الى 10 لتر، فقاموا مسمينها الميديوم كونسنتريشن من الاكسجين، وحددوه ب 40 ل 60 ايه في الميه، وما اعلى هو هاي كونسنتريشن، وما اقل هو اسمه لو دوز من الاكسجين سيرابي او كنترولد اكسجين سيرابي. اللو دوز اكسجين سيرابي اللي هي 35% دي بيحققها الفنتوري 24 والفنتوري 28 اللي هو الازرق والايه اللبن والايه والابيض، او نيزل كانيولا عند 1 الى 2 لتر. يعني نيزل كانيولا ممكن تؤدي لو دوز من الاكسجين سيرابي او ميديوم كونسنتريشن من الاكسجين سيرابي، لو اتحطت على 1 الى 2 لتر يبقى حققت لو دوز من الاكسجين سيرابي. هنا بقى التارجت ساتوريشن بتاعي كام؟ هو ده عنده ريسك للهايبركابنيا، تمام؟ قال لك لو السي او 2 سحبت له غازات ولقيت السي او 2 بتاعه نورمال، وما اتحطش على الميكانيكال فنتيليشن قبل كده، ولا احتاج انفيزيف ولا نون انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن، خلي التارجت بتاعك 94 ل 98، واعمل ريت شيك للارتيريا بلاد جاز بعد ايه ساعه او نص ساعه، وكل ولو علا السي او 2 طبعا بنبدا نرجع لل 88 الى 92، تمام كده؟ يبقى لو جالي كريتيكال ال وشوكد وفيه سيبسس ومش قادر يمينتين السيركيوليشن، بحطه طبعا على هاي كونسنتريشن من الاكسجين، او كان نون كريتيكال ال وما عندوش هاي ريسك اوف الريسك اوف الهايبر كابنيا والساتوريشن اقل من 85، الاثنين دول بيتحطوا على هاي كونسنتريشن من الاكسجين. لو كان نون كريتيكال ال والساتوريشن اكتر من 85 وما فيش ريسك للهايبر كابنيا، بحطه على ميديوم كونسنتريشن من الاكسجين. لو في ريسك من الهايبر كابنيا بدي كنترولد او لو دوز من الاكسجين سيرب. يبقى معنى كده ان الديفايسز متقسمه لحاجات بتدي هاي كونسنتريشن، وحاجات بتدي ميديوم كونسنتريشن، وحاجات بتدي لو دوز او كنترولد اكسجين سيرب. قال لك قبل ما ادخل في النقطه الثانيه، قال لك ان احنا لو انت بقى حطيته على ريزرفوار وعلى على ميديوم كونسنتريشن وما حققش التارجت، تعمل ايه؟ ترفعه على ريزرفوار. لو انت حاطه على فينتوري ماسك اللي هو كنترولد اوكسجين سيرابي وبقى كويس، انزل للنيزل كانيولا، يعني ايه اعمل ري اسيس للعيان وايه واطلع او انزل بالديفايس الميديوم او الهاي او اللو كونسنتريشن. طب افرض بقى العيان انا اول ما جه كنت حاطه على اكسجين عالي وعم توفر لي الاي بي جي والاكسجين سيرابي، دخل في هايبر كابنيك ريسبيراتوري فيلير، اعمل ايه؟ قال لك اوعى تشيل من عليه الاكسجين،
sudden cessation of supplemental oxygen therapy ممكن يعمل rebound hypoxemia with rapid fall في الأكسجين saturation تحت ال starting oxygen saturation أصلا اللي هو جاي بيه. علشان كده أعمل فقط step down للليفل بتاع الأكسجين اللي هو واخده لحد ما يوصل للتارجت بتاعك اللي هو 88 إلى 92. يبقى بعد ما أحط العيان بتاعي ولقيته مش محقق التارجت هرجع هطلع بليفل أعلى، لو لقيته محقق التارجت هنزل لليفل أقل، لو دخل مني في هايبر كابنيا ما اقومش رايح بقى ايه مخضوض ورايح قافل عليه الاكسجين على طول، بيحصل له حاجه اسمها ريباوند هايبوكسيميا. فاعمل مجرد ستيب داون لحد ما الساتوريشن يبقى قلل الاكسجين يعني، او قلل الديفايس لحد ما ايه ما يوصل ل 88 الى 92 ماشي، واعمل ارتيرال بلاد جاس كل شويه. ده بالنسبة للإيه التقسيمة الأولانية للديفايسز هاي كونسنتريشن وميديوم ولو كونسنتريشن. في تقسيمة تانية لو فلو سيستم وهاي فلو سيستم. تفتكروا بقى يعني لو فلو سيستم ده يعني إيه؟ يعني بيديني هواء قليل والهاي فلو سيستم بيدي هواء كتير؟ لا، بيقول لك وانت بتدي أكسجين ثيرابي لازم تحط في اعتبارك الأكسجين فلو ريت اللي هو بتاع الفلو ميتر. الفلو ميتر ده، وطبعا انا مش هتكلم عن الهيوموديفيكيشن بتاع الايه بتاع الاكسجين، يعني انا مركزه في المحاضره على ايتمز معينه بتكلم فيها، في حاجات تانية كلنا بنبقى عارفينها او بسهوله ممكن ايه نقراها، لكن حاجات اللي محتاجه شرح هي دي اللي كانت انكلودد في المحاضره. يبقى انا بقى لما اجي احط العيان على اكسجين بواتيفر الديفايس بتاعتي سواء سمبل فيس ماسك او فينتوري او ايه او ريبريسنج ماسك زي ما انا اخترتهم بالاختيار بتاعي، لازم يبقى عندي فهم يعني ايه اكسجين فلو ريت، وده بيطلع من الفلوميتر اللي عندي، وده بيبقى من 1 الى 15 لتر تمام. ولازم ابقى عارف الاف اي او 2 اللي هو الفراكشن اوف انسبايرد اكسجين. طبعا التو ايتمز دول موجودين عندنا في الهاي فلو نيزل كانيولا، لو تشوفوهم هتلاقوها ايه بتظبط الاثنين الفلو والاف اي او 2 لان دول اهم حاجه في الاكسجين سيرب. طيب هنسأل بقى السؤال اللي هنفهم منه ايه المشكلة. بيقول لك لو انت وصلت الفلو ميتر في الاكسجين سيستم بتاع المستشفى تمام، هيبقى الاف اي او 2 بتاعه كام؟ وقمت فاتحه، هو هنا فاتحه على كام؟ على 4 لتر. تفتكر هيدي للعيان اف اي او 2 كام؟ ادى الفلو ميتر بتاعي اهو وفتحته علشان احدد الفلو ريت، الفلو ريت بتاعي كان 4 لتر بير مينت مش كده، وانا موصله بالايه بتانك الاكسجين اللي هو بيدي 100% اكسجين، فال4 لتر دول هيدوا كام؟ كل لتر هيخرج من الفلو ميتر هيبقى 100% اكسجين. يعني لو انت حاطط الفلو ريت على لتر بير مينت يبقى انت بتدي للعيان لتر بير مينت اوف 100% اكسجين، لو انت حاطه على 5 لتر بير مينت يبقى انت حاطه على 5 لتر بياخد العيان 5 لتر في الدقيقه 100% اكسجين، لو حاطه على 10 لتر هيبقى بياخد 10 لتر من ال 100% اكسجين. امال بقى يعني انا كده لما بحط العيان على اي لترات يبقى انا بديله 100% اكسجين؟ من هنا بقى ايه، هنا لازم ناخد بالنا من حاجه ان في عيان له فلو هو كمان، يعني الفلو مش بس بتاع الفلو ميتر، لا بتاع العيان، العيان او البني ادم عموما بياخد تايدال فوليوم في النفس الواحد في الانسبيريشن، يبقى بياخد نص لتر او 500 مللي في الانسبيريشن. الفكره كلها بقى في السرعه اللي بينقل فيها الهواء من او الاكسجين من بوينت A اللي هي الاتموسفير لبوينت B، حتى بيشبهوه بالعربيه، بيقول لك انت هتنقل العربيه او التايدال فوليوم من بوينت A اللي هي الاتموسفير لبوينت B. الفكره بقى في السرعه، السرعه اللي انت نقلتها بيها، يعني انت نقلت العربيه دي في 5 دقائق، نقلت الاكسجين ده في 5 دقائق ولا 5 ثواني ولا 10 ثواني ولا ايه؟ فالفلو اللي هي السرعه الفيلوستي او اللي بيتنقل بيها الهواء من بره لجوه اسمه بيك انسبيراتوري فلو، وده بيتقاس في الدقيقه مش في الثانيه ماشي. او نورمال بيك انسبيراتوري فلو 20 الى 30 لتر بير مينيت. يبقى انا بدي اكسجين، عندي فلو ميتر بتاع الاكسجين وعندي فلو بتاع مين؟ بتاع العيان. الفلو بتاع العيان اللي هو ايه يا جماعه؟ هو السرعه السبيد اللي بيدخل بيها الهواء من او التايدال فوليوم اللي بناخده في الثانيه الواحده اللي هو في الانسبيراتوري تايم اسمه بيك انسبيراتوري فلو، السرعه اللي بننقل بيها الهواء من بره لايه؟ من بره لجوه. النورمال لو انت شخص طبيعي بتبقى من 20 الى 30 لتر بير مينت،
طيب نفهم اكتر. انا في النفس الواحد اللي هو الانسبيراتوري تايم عاده بيبقى سكند، ماشي؟ طيب باخد نص لتر، عشان هي التمييز بتاعه لتر بير مينت، فاحنا هنتكلم بنفس اللغه. 500 مللي تايدال فوليوم في النفس الواحد اسمها ايه؟ نص لتر في الثانيه. طب هو اساسا المينت فنتيليشن، احنا دايما بيبقى عندنا المينت فنتيليشن اهم من التايدال فوليوم اللي هو في الدقيقه، تمام؟ فقال لك انت بتاخد نص لتر في الثانيه، والثانية والدقيقة فيها كام ثانية؟ 60. يبقى أنت بتاخد 30 لتر بير مينت، تمام؟ يبقى ده الايه الفلو ريت. طب ما يبقى في حاجة بير سكند أو بير تايم، يبقى دي سرعة. يعني هو ده بيدخل 500 لتر في 500 مللي في الثانية، يعني بيدخل 30 ايه او خمس نص لتر في الثانيه، بيدخل 30 لتر في ايه في الدقيقه. ده ليه البيك فلو انسبيراتور فلو بتاعنا من 20 الى ايه الى 30. نرجع للمثال بتاعنا. يبقى انا لو عندي مريض، تمام، وحطه على سيمبل فيس ماسك، تمام، ب 10 ايه ب 10 لتر بير مينيت. يبقى انا حطه على سيمبل فيس ماسك، عندي اتنين فلو، الفلو بتاع السيمبل فيس ماسك والفلو بتاع العيان، ماشي؟ طيب السيمبل فيس ماسك هيدي له 10 لتر بير مينيت 100% اكسجين، تمام؟ لكن الفلو بتاع العيان كام؟ النورمال كام؟ 30 لتر بير مينيت اللي احنا لسه حاسبينها. يبقى هو العيان بيتنفس سبونتينيوس ريسبيريشن، بياخد 3 بيك انسبيراتوري فلو 30 لتر بير مينيت، تمام، واخد منهم 10 100%، الباقيين هياخدهم ايه اللي هو ال 20 لتر هياخدهم ب 21% اللي هم الروم اير. فبيحصل دايليوشن للبيور اكسجين اللي حضرتك مديه، وبناء عليه بيبقى الاف اي او2 ما هياش 100%. فهمت كده؟ يبقى انا عندي فلو بتاع الفلو ميتر بتاع الاكسجين انا ظبطه على 10، يبقى معنى كده ان العيان ده هو هيدخل له 10 لتر في الدقيقه تركيز الاكسجين فيهم، او الفراكشن اوف انسبايرد اكسجين فيهم 100%. العيان نفسه بياخد 30 لتر في الدقيقه، هو واخد منهم 10 100%، يبقى باقي كام؟ 20، واخدهم بالروم اير اللي هو 21%. نكتب المعادله عشان نفهم اكتر. يبقى انا عندي 10 لتر الاف اي او 2 فيهم كام؟ 100%، وخد 20 لتر، ده الباقي من ال 30 واخدهم بكام؟ بروم اير 21%. يبقى هو خد اف اي او 2 كام؟ 1420%. لو قسمناها على ال 30 ده في الدقيقه، في ال 30 في ال 30 لتر عشان نجيبها بير لتر، يبقى هو بياخد 47 ايه في المية. يبقى الاف اي او 2 هنا رفلي 47%. ليه؟ لان البيور اكسجين اللي جاي من الفلو ميتر دايليوتد بالفلو بتاع ايه العيان اللي هو الروم اير. طيب لو العيان بقى كان تاكبنك، ماشي، كان تاكبنك، ما هو الفلو ده بيزيد مع التاكبني، ما هو الفلو ده اتفقنا اللي هو سرعه نقل التايدال فوليوم من بره لايه لجوه. لو العيان بقى كان بينقل بسرعه وكان البيك انسبيراتور فلو ريت بتاعه ايه؟ بتاعه 50 لتر بير مينيت، وانا برضه حطيته على سيمبل فيس ماسك، السيمبل فيس ماسك هيدي له 10 لتر بير مينيت ب 100%، الباقي للمريض ده كام؟ 40 لتر بير مينيت كلهم هياخدهم روم ايه؟ تمام. ليه؟ لانه خد 10 من ال 50 ب 100% اكسجين، و40 هياخدهم ب 21%. يبقى حصل مور دايليوشن ولا لا؟ حصل مور دايليوشن للاكسجين، فالاف اي او 2 هنا هيبقى حوالي حاجه و30%. يبقى اذا انا المعادلات اللي هي بيقول لك كل لتر بيدي 4 وضيفهم على الروم اير، ده في حاله لما العيان البيك انسبيراتور فلو بتاعه يبقى نورمال ماشي 20 الى 30، اللي هي الجداول والحاجات دي، الرف استيميشن للاف اي او 2 معموله علشان ايه في الناس النورمال. لكن لو عيان تاكبنك ما تقدرش تحدد له الاف اي او 2 بتاعه، لان الروم اير اللي داخل انت ما انتش حاسبه، وبناء عليها هيعمل دايليوشن للايه الاف اي او 2. علشان كده الحالات ديت انت دلوقتي لو ملاحظ ايه، لما الفلو بتاع العيان يبقى اعلى بكتير من الفلو ميتر، واخد بالك، هيحصل ايه؟ ان الاف اي او 2 مش هيبقى فيكسد وهيبقى قليل. يعني انت متخيل بقى انك انت مدي له 60% اف اي او 2 بس، مش دول اللي دخلوا له لانه حصل لهم دايليوشن بالروم اير. يبقى انت لازم تعلي الفلو بتاع الديفايس يبقى قريب من الفلو بتاع العيان عشان تبقى كميه الامبيانت اير او الروم اير اللي داخله اللي عامله دايليوشن قليله، وبالتالي انت بقيت محقق الاف اي او 2 اللي انت عايزه. ودي فكره الهاي فلو نيزل كانيولا والهاي فلو سيستم. اذا في المثال اللي فات الاكسجين فلو ريت ثابت
ولكن الريسبيراتوري الفلو ريت بتاع العيان كان ايه؟ كان مختلف، وبناء عليه الاف اي او 2 كان مختلف ماشي. وبيقول لك الكويك ريفرنس تشارتس بتاعتنا بتبقى معموله اللي هي الرف استيميشن لو كان 20 الى 30 لتر بير مينت ماشي. فما نقدرش نعرف بالظبط الاف اي او 2 الا لو كان لو عارفين البيك انسبيراتوري فلو بتاع ايه؟ بتاع العيان. يبقى اذا حلينا احنا اللغز يعني ايه لو فلو سيستم وهاي فلو اوكسجين ديليفري سيستم. الهاي فلو اوكسجين ديليفري سيستم اللي بتدي فلو ريتس اكتر من البيك انسبيراتوري فلو، اللو فلو سيستم ديت اللي بتبروفايد لوور اوكسجين فلو ريت اقل من بتاع العيان، مش ان هو ديفايس بتدي اكسجين هادي وديفايس بتدي اكسجين عالي، لا اللو فلو اوكسجين سيستم دي السيستم اللي بيدي فلو باقل من الاكسجين فلو بتاع او قصدي الانسبيراتوري فلو ريت بتاع العيان. لما البيشنت بينسباير الاكسجين بيبقى دايليوتد بالروم اير، والديجري بتاع الدايليوشن بتعتمد على الانسبيراتوري فلو بتاع العيان. يبقى لازم انت بتظبط الفلو ميتر تاخد بالك ان في فلو تاني لازم تاخد بالك منه اللي هو البيك انسبيراتوري فلو بتاع العيان. الهاي فلو اوكسجين ديليفري سيستم دي بتعطي هاير اوكسجين فلو اف اي او 2، هنا هيبقى ستيبل. ليه بقى؟ لان الفلو قريب من الفلو بتاع العيان، فالدايليوشن هيبقى ايه؟ هيبقى قليل، فالاف اي او 2 هيبقى ستيبل وهيبقى نوت افكتد باي البيشنت تايب اوف بريسنج. تمام كده؟ الديفايسز ديت اللو فلو نيزل كانيولا لو فلو، السمبل فيس ماسك لو فلو سيستم، البارشال ريبريسنج ماسك لو فلو سيستم. البارشال ريبريسنج والنون ريبريسنج الفرق بينهم ايه؟ فالف بين الايه؟ بين الماسك والريزرفوار. تمام؟ المفترض ان هو النون ريبريسنج، النون ريبريسنج اقصد النون ريبريسنج بيبقى فيه فالف هنا بايه؟ بيقفل، فالعيان ما بيخرجش السي او 2 هنا، فما فيش روم اير بيدخل هنا خالص. علشان كده معتبرين النون ريبريسنج ماسك هاي فلو سيستم، لان مفيش روم اير بيدخل للماسك، لكن اللي بيدخل فيه روم اير اللي هو الريبريسنج معتبرينه لو فلو سيستم. حبوا بقى يستفيدوا من الموضوع في ايه؟ هو انا ليه هسيب الفلو بتاع العيان كده مجهول؟ طب ما احدده، يعني احدد الفلو بتاع الايه؟ العيان، يعني زي ما احنا بنعمل في الهاي فلو نيزل كانيولا كده، ان احنا بنحدد الايه؟ الفلو بتاع الامبيانت اير يبقى قريب من الفلو بتاع العيان ماشي. يعني ان انا ادي ايه؟ هاي فلو يبقى قريب من بتاع ايه؟ من بتاع العيان. طب انا احقق الهاي فلو ده ازاي؟ فهم بيحققوه عن طريق ان هم بيعملوا ميكس للاكسجين مع الروم اير هم بنفسهم، وبيحسبوا حاجه اسمها اير اوكسجين كونسنتريشن. اللي بيعمل ده فينتوري ماسك. طبعا انت كان يهيئ لك ان الفينتوري ماسك ده لو فلو سيستم باعتبار ان هو بيدي لو دوز من الاكسجين كونسنتريشن لو اف اي او 2 وبيدي كنترولد اكسجين، وده طبعا البيست في حالات ايه؟ في حالات الهايبر كابني، عشان حكايه الفاريابيليتي في الاف اي او 2 اللي بيعملها الانذر سيستم اللي انا حكيتها دي. يعني كل ما الفلو بتاع العيان يبقى بيك انسبيرات الفلو بتاع العيان يبقى مختلف، انت مش عارف انت بتدي له اف اي او 2 قد ايه، فيفضل انت تدي له كنترولد اف اي او 2 او لو دوز اف اي او 2. طيب الفنتوري ماسك ده عبارة عن ايه بقى؟ عبارة بيحقق هاي، عبارة عن هاي فلو سيستم. يعني هم بدأوا يعني يشوفوا الاسنكرونايزيشن ده زي ما بنقول في الفنتليتور كده بين البيك انسبيراتوري فلو بتاع العيان والفلو ميتر. قال لك طب ما احنا بقى نعمل هاي فلو سيستم، الهاي فلو سيستم ده ما يتأثرش بالفلو بتاع العيان، لأننا هديله فلو قد بتاعه او اكتر، وبناء عليه ايه؟ مش هيأثر على الاف اي او 2، مش هتبقى فاريبل ومش هيحصل دايليوشن للاكسجين بالروم اير. فعملوا الفنتوري ماسك. الفنتوري ماسك ده عباره عن ايه؟ 5 بيسز كده لكل واحده لون، تمام؟ كل واحده بتدخل اف اي او 2 ثابت، وخلي بالك بيبقى مكتوب عليها الاف اي او 2 والفلو عشان يقدر يؤدي الفانكشن بتاعته. مش تقوم موصل العيان مثلا على الزرقاء اللي هي بتدي 24% اف اي او 2 وتقوم حاطه على 15 لتر، لا دي لازم تتحط على 2 لتر علشان تحقق ال 24 ايه؟ ال 24%. بيبقى الرقم مكتوب عند على الديفايس 28% البيضه لازم تتحط على 4 لتر عشان تحقق ال 28%، وهكذا. تمام؟ هم 5 لحد بيدي لحد ايه؟ 40 الى 60%. هنا حطت الفنتوري بصت على الرقم اللي موجود عليه ده هيدي 35% وحطيها على 1 لتر، قامت مظبطه اللترات على ايه؟ على 1 لتر ماشي. والمانوال ريسستيشن باج من الهاي فلو سيستم. طيب الفنتوري بقى بيشتغل ازاي؟ ليه هو هاي فلو ديفايس؟
في قاعدة كده بتقول إن لما حاجة تمشي في مجرى ضيق سرعتها بتزيد وضغطها بيقل. يبقى لما الأكسجين، هو بقى بيعتمد على الحتة دي، لما الأكسجين يمشي في نارو سبيس هيحصل إيه؟ الفلو هيزيد. ماشي، خلي بالكم من كلمة الفلو هيزيد دي، فالفلو هيزيد، هيتبعه إيه؟ نيجاتيف بريشر، هيعمل ساكشن للروم إير من الفتحات اللي موجودة في الجوانب ويدخل للعيان إير ميكسد مع إيه؟ مع أكسجين. بالمنظر ده كده انا عندي الايه الاكسجين هيقوم معدي ادال الفلوميتر، اتوصل بالنار وايه النار سبيس بتاع ايه بتاع الفنتوري. لما يعدي الاكسجين من هنا اول ما يدخل في مجرى ضيق هيزيد ايه، هيزيد الفلو، وكل ما يزيد الفلو بيتناسب عكسيا مع الضغط، هيحصل نيجاتيف بريشر، هيحصل سكشن للايه للروم اير من الفتحات الجانبيه بتاع الفنتوري، ويدخل هنا روم اير مع ايه مع اكسجين، تمام، ويحصل له ميكس هنا. لازم انت تكون حاطط الفلو عند اللي متعلم عليها اللي هو لتر او 2 لتر او 4 لتر بتاعه الديفايس عشان تقدر تحقق ايه التارجت، ايه التارجت بتاعك. يبقى انا لما الفلو بتاع الاكسجين يمشي في كونستريكشن الفيلوسيتي هتزيد اللي هو الفلو، ماشي، والنيجاتيف بريشر هيبقى كرييتد وهيخلي الامبيانت اير هيبقى ميكسد مع الاكسجين. وده منظر الايه الفنتوري، ده الكونستريكشن. لما انت بتوصله هنا بالاكسجين الفلو هيقوم زايد، هيعمل نيجاتيف بريشر، هيسحب روم اير من الفتحات الجانبيه ويبقى ميكسد للعيان. طبعا كل ما الفتحه دي بتضيق، واخدين بالنا ايه اللي بيحصل؟ الفلو بيزيد، ماشي، وكل ما الفلو بيزيد ايه اللي يحصل؟ البريشر هيقل اكتر، فالروم اير هيدخل اكتر، يبقى الاف اي او 2 هيقل ولا يزيد؟ هيقل، لانه هيحصل مور دايليوشن. كل ما النيجاتيف بريشر يزيد يبقى الفلو لما هيزيد هيزود النيجاتيف بريشر فهيسحب اير اكتر، فيبقى الاف اي او 2 ايه اقل، تمام. ادي المنظر اهو، الدياجرام تاني عشان تقدروا ايه تستوعبوه. فالاف اي او 2 هنا بيعتمد على الديجري بتاع الاير اللي دخل، ماشي، ذا سمولر ذا اوريفيس ذا جريتر ذا نيجاتيف بريشر، ماشي، فالامبيانت اير هيبقى اكتر فهيقلل الاف اي او 2، ودي الطريقه اللي هم محددين بها احجام الايه الاكسجين كونسنتريشن المختلف. طيب مثال بقى هنا، انا قلت لكم بيحسبوا حاجه اسمها اير اوكسجين ريشيو، يعني الاجهزه اللي بتشتغل بالميكس بين الاير والاكسجين شبه الهاي فلو نيزل كانيولا والكلام ده بيحددوا. طب هو هنا حقق هاي فلو اكتر من العيان ازاي؟ انا قلت لما بيمشي في كونستريكشن الفلو بيزيد والضغط بيقل. بيقول لك 24% فينتوري دي معناها ايه؟ معناها ان الاير اوكسجين ريشيو 25 لواحد، يعني كل لتر من الاكسجين بيدخل قصاده كام؟ 25 لتر من الايه روم اير، هيحدد ساتوريشن 24 ايه 24%. اذا كل لترين هيبقى الفلو كام؟ 50 لتر بير مينت، وبتاع النورمال كام؟ 30. بقت هاي فلو ولا مش هاي فلو؟ بقت هاي فلو ديفايس، لانها حققت بيك انسبيراتوري فلو ريت اعلى من بتاع العيان. هيجي وبناء عليه لما يبقى الفلو ريت العالي ده بيخلي ان ما بيمنعش من خروج السي او 2 من الهولز السايد هولز بتاع الماسك، فما هوش ريبريسنج ايه ماسك، لان ده سؤال برضو هل الفنتوري ريبريسنج ولا لا؟ هو لا، نون ريبريسنج. الهاي فلو ده الهاي فلو ما بيعمل طبعا مور نيجاتيف بريشر، يعني الهاي فلو ده ما بيمنعش من خروج الاير من السي او 2 من السايد هولز، فما هواش ريبريسنج، تمام. بقول لك بقى ايه، طب هو ليه بقى لما الفنتوري هاي فلو حلو كده ما بنستخدموش بدل الهاي فلو نيزل كانيولا؟ قال لك امكانياته محدوده. لو المريض كان محتاج اف اي او 2 اكتر من 35%، حكايه الفلو ديمان الفلو اللي هو بيحققه ديت في حساب الاي اوكسجين ريشيو، ماشي، ما بيقدرش مينتين الفلو اللي هو يحقق اللي هو يحافظ على الديماند بتاع ايه العيان، تمام. يعني امكانياته محدوده، يعني انت بالوصف اللي انا وصفته ده طب ما نستخدمه بدل هاي فلو نيزل كانيولا لو خلاص، ليه محطوط بس لو انا محتاج لو دوز او كونستانت اف اي او 2؟ قال لك ان لما ان هو محدود امكانياته لو الاكسجين برسنتج العيان احتاجها فوق 35% في الناس اللي عندها هاي انسبيراتوري فلو ديماند ما بيبقاش اكوريت، ماشي. بيقول لك ان الاير تو اكسجين ريشيو بتقل كل ما الاف اي او 2 بيزيد، لانك هتضطر تدي للعيان اف اي او 2 عالي، فبيقول لك الاير تو اكسجين ريشيو ايه بتقل، تمام. وبناء عليه التوتال فلو بيقل لما الريشيو بتقل، وبناء عليه ما تقدرش تديه في الحالات السيفير او اللي هي محتاجه هاي فلو،
تمام كده، انا خلصت. سامعيني يا جماعة ولا ايه؟